لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورًا لكم، بُدِّلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. فنسأل الله عز وجل من واسع فضله وكريم منه أن يمن علينا وعليكم بهذه الفضائل العظيمة. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب فضل الغني الشاكر، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد كما مر علينا المراد به هنا هو الغبطة، والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد هو أن تتمنى أن تزول النعمة عن غيرك، بينما الغبطة تتمنى أن لك مثل ما عنده ولا تتمنى أن تزول هذه النعمة منه، وهذا شيء محمود إذا كان في الأمور الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: وتقدم شرحه قريبا. رجل أتاه الله مالا، لأن المال هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: آتاه الله مالا، فهذا يدل على أن هذا المال من الله، ولذلك يستشعر صاحب المال هذا الأمر العظيم، أن الذي في يدك ليس لك وليس من كدك وكسبك وذكائك، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى فضلاً منه ونعمة، وإنما أنت مستخلف على هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف على هذا المال. إن عملت حسناً لقيت حسناً، وإن عملت شراً رأيت شراً والعياذ بالله. فهذا الرجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، يعني سلطه الله عز وجل في استعمال هذا المال في وجوه الخير ومنافع الخير، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح أو العبد الصالح. فهذا محمود ومغبوط على ما أتاه الله عز وجل من الفضل، وهذا يدل على أن من كان بهذه الصفة فإنه يغبط على هذه الفضيلة العظيمة. ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، باب فضل الغني الشاكر، لأن من أوتي مالاً وسلط ماله في الحق فإنه يعتبر غنياً شاكراً مغبوطاً على ما هو عليه من الخير. والثاني قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذه الحكمة جاءت مفسرة في الحديث الآخر بالقرآن الكريم، أتاه الله القرآن، أتاه الله العلم المبين، لأن كل العلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى ومرجعها ومردها إلى كتاب الله، فهو يقضي بها إن تم التحاكم إليه، ويعلمها أي يعلم هذه الحكمة، يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. وتعليم القرآن يشمل تعليم آياته حفظاً ومعاني وأحكام وفوائد واستنباطات، فلا يقتصر التعليم على مجرد التحفيظ، وإنما التحفيظ نوع من التعليم، وأما تعليم القرآن فهو أعم من مجرد التحفيظ. ويبين هذا المعنى حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. متفق عليه. فهذا حديث ابن عمر يفسر الحديث الذي مر علينا وهو حديث ابن مسعود. فالحكمة هي القرآن، ومن القضاء بها أن تعمل بهذا الكتاب الذي أتاك الله إياه، بأن تقوم به وتصلي به في الليل، وأن تعلم غيرك هذا القرآن، فكل هذا مما يحسد ويغبط عليه من أوتي هذه الفضيلة. والمال هو الإنفاق المراد بتسليطه، يعني تسليط الله عز وجل
لصاحبه في هلكته بالحق هو أن ينفق منه أناء الليل وأناء النهار كما قال صلى الله عليه وسلم. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب وهو حديث عظيم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. جاءوا يشتكون أن أموالهم غصبت أو أن دنياهم ذهبت، لا والله، وإنما جاءوا يشتكون الحسنات والأجور المضاعفات. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. إذن الفقراء والأغنياء اشتركوا في الصلاة وفي الصيام، ولكنهم لم يشتركوا في الصدقة، لأن الغني فضل بالمال فتصدق من ماله، وفضل بالعبيد والجواري وكان يعتق. فالفقراء أرادوا عملاً من أجل أن ترتفع لهم الدرجات ويصلوا إلى النعيم المقيم حتى ينافسوا إخوانهم الأغنياء، وهذا تنافس شريف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ انظر إلى هذا الفضل العظيم، تدركون به من سبقكم، يعني ممن سبقكم بالأعمال الصالحات تدركونه بهذا العمل، وتسبقون به من بعدكم، من يجيء بعدكم، فدل على أن هذا العمل عظيم. قال: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فهذا عمل عظيم جليل. فقالوا: يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني نريد أن نعلم هذا العمل، نعلم هذا العمل فنعمل به وندرك هذه الفضيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. انظر الفضل العظيم على العمل اليسير. قال: تسبحون تكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هل هذا العمل شاق يحتاج إلى جهد؟ عمل يسير لا يأخذ من وقتك إلا دقيقة أو دقيقتين، ومع ذلك كثير من الناس ما أن يسلم الإمام إلا وقد سبق الناس إلى الباب. انتظر قليلا، انتظر وقل هذه الأذكار العظيمة تفوز بهذه الأجور العظيمة. وقد جاء في الحديث الآخر أن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم أتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، يعني تم 100 بهذا الذكر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر إلى هذا الأجر العظيم والوقت اليسير القليل، فضل الله علينا عظيم، ولكن نحن الذين نفرط. فهذا العمل العظيم الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء عملوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بعد أن علمهم هذا الذكر وقالوه، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع الفقراء، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. انظر تسابق الصحابة، ما يتسابقون على الدنيا، يتسابقون على الخيرات. قال: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني قالوا مثل ما قلت لنا من الذكر والدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. فالأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا للفقراء حتى هذا الذكر، بل قالوا هذا الذكر ففاقوا الفقراء بهذا العمل. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وهناك أدلة يستدل بها من يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فدل على فضل الفقراء. وعلى كل حال كما مر علينا في أول هذا الباب أن لكل منهما فضلا، أن لكل منهما فضلا، فالفقير الصابر له فضيلة
والغني الشاكر له فضيلة. ومن باب الفائدة أن الأذكار التي وردت عن الصلاة بعد الصلاة متعددة، والمسلم ينوع بينها، فهذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث صفة من الصفات. فمن الصفات نذكرها على عجالة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تتمها بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه صفة مشهورة معلومة عند الناس. والصفة الثانية أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فيكون كلها تمام 100، وهذه صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة أنك تقول سبحان الله 25 والحمد لله 27 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، فتكون كلها 100. وأيضا جاءت صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. فهذه بعض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي ترد بعد الصلاة. وينبغي للمسلم أن ينوع بين هذه الصفات لأن كلها من السنة. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يكون إذا كان مستعجلا فمثلا يقول هذا الذكر 10 10 10 سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ولا يفوت فضيلة الذكر بعد الصلاة. وإن كان على سعة فليقول الأدعية المطولة مثل الأول والثاني والثالث، وهكذا ينوع المسلم ويرى يعني الأصلح لقلبه وينوع بين هذه الفضائل، لأن كل حديث ورد في هذه الأذكار له فضيلة خاصة. فالإنسان ينوع الأذكار حتى تتنوع له الفضائل والأجور. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير ويجنبنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.